شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم ختام فعالية التمرين البحري لخفر السواحل الحارس اليقظ 6 والذي شاركت فيه عدد من الإدارات والوحدات الأمنية من بينها قوة الأمن الخاصة وطيران الشرطة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والمديريات الأمنية بهدف الوقوف على معدلات الجاهزية خصوصا فيما يتعلق بأمن الحدود البحرية وعملية البحث والإنقاذ. قد بدأ الاحتفال بكلمة ألقاها اللواء الركن بحري علاء السيادي قائد خفر السواحل وأعرب في مستهلها عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير على رعايته لفعاليات ختام التمرين البحري الحارس اليقظ 6 والذي يقام للسنة السادسة على التوالي، مؤكدا أننا نجني اليوم ثمرة دعم معالي الوزير المستمر لتطوير وتحديث جميع أجهزة وزارة الداخلية وثبات قدرتهم على التعامل مع كافة التهديدات الأمنية ومن أهمها تهديد الأمن البحري وحماية الحدود البحرية. واطلع معالي وزير الداخلية على إيجاز للجنة الإعداد والسيطرة ومجريات عملية التنفيذ في ضوء الفرضيات المطروحة وأهداف ومراحل التمرين بما يعكس قدرات الأجهزة الأمنية على العمل المشترك في إطار التكامل والتنسيق أثناء المهام الأمنية، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى زيادة القدرات ورفع مستوى وجاهزية الكفاءات التدريبية. بهذه المناسبة أشاد معالي الوزير بكفاءة وقدرات خفر السواحل وبقية القوات المشاركة وما أبدوه من تعاون وتنسيق في التخطيط والتنفيذ، منوها إلى أن هذا التمرين الاحترافي وعالي المستوى يمثل حصيلة الخبرات التراكمية والجهود المبذولة في مجال بناء القدرات سواء على المستوى البشري أو فيما يتعلق بتزويد خفر السواحل بالمعدات وأحدث المنظومات التكنولوجية والتدريبية وتأهيل منتسبيه وفق أحدث النظم والمعايير الدولية انطلاقا من استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية. وأشار معالي الوزير إلى أهمية مواصلة البناء على هذه النوعية من التمارين خلال المرحلة المقبلة واكتشاف مواطن القوة لتدعيمها ونقاط الضعف لمعالجتها في إطار العمل الأمني الميداني المشترك، مشيدا بالاستعداد والجاهزية العالية التي كانت واضحة خلال مراحل التمرين. وحث معالي الوزير المشاركين في التمرين على بذل المزيد من الجهود المخلصة في أداء الواجب والتمسك بالقانون والعمل في إطاره، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن. في ختام التمرين أعرب سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام عن شكر وتقدير لمعالي وزير الداخلية على توجيهاته القيمة ونظرته الثاقبة من خلال تبني استراتيجية متقدمة لتطوير المنظومة الأمنية والرعاية الدائمة التي يوليها معاليه للأجهزة الأمنية ومنسوبيها ومن بينها خفر السواحل، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في النهوض بمسيرة العمل الأمني في كافة المجالات.